وفي مخيمات دير البلح ينتظر الآلاف من النازحين الفلسطينيين يوميا وصول الغذاء والماء، وغالبا ما تضطر العائلات في الانتظار لساعات والوقوف في طوابير للحصول على المياه. الحياة هنا صعبة جدا، تبهدلنا من كل النواحي، تبهدلنا من شوادر، من خيام، من أماكن، من مية، من أكل، من شرب. إحنا اليوم التكيات اللي بتيجي، ولو أن الأكل أمران ما بيكونش تمام، لكن الحمد لله أحسن من غيرنا. المية ساعة بساعة بتيجي وساعة بتقطع، معاناة ما يعلم بها إلا الله، سنة كاملة من المعاناة. عندي أطفال وعندي طفلة 7 شهور، مش عارفة ولا متخيلة كيف بدي أقضي فصل الشتاء معها. يعني في اليوم 3-4 غيارات، مش متواجدات الغيارات كمان، يعني بدي أغير للبنت مش متواجدات. فمعاناة الله بيعلم اللي حنعانيها، صعبة صعبة جدا حتكون. وخيم فيش أصلا لتحمينا من الشتاء كمان، الخيم هذه الموجودة على الفاضي بس هاش تاكل. بكره نتفه ريح ولا شيء حيطير من مش بس لحد كل الناس.